متابعي قناة ميدسبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. على الرغم من كون كرة القدم مصدرا للمتعة والسعادة، إلا أنها أحيانا ما تكون مصدرا للألم والمعاناة وحبس الأنفاس. فالإصابات الخطرة والتي كادت أن تنهي مسيرة العديد من النجوم تعتبر جزءا لا يتجزأ من اللعبة الأكثر شعبية في العالم، حيث يرتفع مستوى الأدرينالين إلى أقصى درجاته، فيفقد بعض اللاعبين صوابهم ويخرجون باللعبة عن طابعها الرياضي الترفيهي عبر قيامهم بتدخلات عنيفة هوجاء في حق منافسيهم. وفي هذا الفيديو سنقدم لكم أخطر 10 إصابات في تاريخ كرة القدم. قبل أن نبدأ هذا الفيديو، المرجو الاشتراك في قناة ميدسبورت وضغط زر الإعجاب لتشجيعنا. جابرييل سيسي، كسر في القدم. تعرض المهاجم الفرنسي إلى إصابة خطيرة خلال المباراة الودية أمام الصين ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2006 المقام في ألمانيا، وخرج سيسي من الملعب بعد 10 دقائق من بداية المباراة بعد تدخل عنيف من مدافع المنتخب الصيني تسبب له بكسر مضاعف في ساقه اليمنى ليغيب عن المونديال. ديمبابا، كسر في القدم. تعرض المهاجم السنغالي إلى إصابة خطيرة رفقة فريقه الصيني شانغهاي شينوا. مهاجم تشيلسي السابق أصيب بكسر مضاعف في قدمه خلال كرة مشتركة، وكادت تلك الإصابة أن تنهي مسيرته، لكنه تمكن من العودة للملاعب من جديد بعد عدة أشهر من الغياب، ويلعب حاليا لنادي غازتاب التركي. ألفينغ هالاند، قطع في أربطة الركبة. خلال إحدى مواجهات ديربي مدينة مانشستر الحامية عام 2001، تدخل بعنف وخبث قائد اليونايتد روي كين على ركبة لاعب مانشستر سيتي هالاند، مما أدى لإصابته بقطع كلي في أربطة الركبة اليمنى. هالاند ابتعد لفترة طويلة عن الملاعب واعتزل كرة القدم نهائيا بسبب هذا التدخل، وقد اعترف كين فيما بعد أنه كان متعمدا لأنه يكره هالاند، وتم إيقافه 5 مباريات لتعمده الإيذاء، ولكن هالاند لم يستطع أن يعود للملاعب من جديد. دافيد بوست، كسر في الساق. لاعب آخر من مانشستر بطل هذه الإصابة المروعة أيضا، فقد تدخل بعنف شديد مدافع الشياطين الحمر دينيس إيروين في حق لاعب فريق كوفنتري سيتي ديفيد بوست خلال مباراة الفريقين في الدوري عام 1996، ليتسبب ذلك التدخل الوحشي في اعتزال بوست كرة القدم بعد تعرضه إلى كسر مضاعف في ساقه اليمنى، نفرت على إثره دماؤه على عشب ملعب أولد ترافورد. بيتر تشيك، كسر في الجمجمة. الحارس التشيكي كاد أن يفقد حياته بعد تعرضه لارتجاج في المخ وكسر في الجمجمة عقب اصطدام رأسه بركبة لاعب ريدينغ ستيفن هانت في كرة مشتركة بين ثنائي في 14 من أكتوبر عام 2006، وذلك عندما حاول تشيك إمساك الكرة من بين قدمي المهاجم الإيرلندية، وقد تنبأ الأطباء باستحالة عودته، لكنه أثبت خطأهم واستطاع العودة للتدريبات خلال 3 أشهر فقط، وذلك بعد أن أجريت له عملية جراحية تم خلالها وضع لوحات معدنية صغيرة بدلاً من الأجزاء المهشمة في جدار الجمجمة لحماية الأعصاب والخلايا. ولزيادة الأمان نصح الأطباء تشيك بارتداء خوذة لحماية رأسه من أي اصطدام قد يتعرض له مستقبلاً. ألان سميث، خلع في الكاحل. في هذه المرة كان لاعب مانشستر يونايتد هو الضحية عندما تعرض ألان سميث إلى خلع في كاحل قدمه اليسرى أثناء تصديه لإحدى صاروخيات لاعب ليفربول النرويجي جون آرني رايس خلال مباراة الفريقين في الدوري عام 2006. تلك الإصابة أبعدت النجم الإنجليزي عن الملاعب لأكثر من 7 أشهر، عاد على إثرها للاعب الكرة على أعلى المستويات مخالفا توقعات بعض الأطباء باستحالة عودته للملاعب. آرون رامسي، كسر في القدم. غاب آرون رامسي عن الملاعب قرابة 9 أشهر عقب تعرضه لكسر في قدمه اليمنى إثر تدخل عنيف من مدافع ستوك سيتي رايان شاوكروس عام 2010 في لقطة كانت صادمة للمدافع نفسه والذي لم يصدق نتيجة تدخله. رامسي عاد للملاعب من جديد وما زال مستمرا مع أرسنال على الرغم من تعرضه لعدة إصابات خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنها كانت بالتأكيد أقل ألما من لقطة شاوكروس. إيفال لينين، جرح في الفخذ. كانت الإصابة التي لحقت بلينين في عام 1981 من أبشع الإصابات وأكثرها دموية في تاريخ كرة القدم، حيث بلغ طول جرح اللاعب 25 سنتيمتر، وهو ما دفعه للركض خارج الملعب كالمجنون تجاه الطاقم الطبي لفريقه أرمينيا بيلفيلد بحثا عن العلاج،
ولكن من حسن حظ اللاعب أنه لم يغب عن الميادين أكثر من 17 يوما على الرغم من بشاعة جرحه الذي تسبب فيه لاعب فريق فيردر بريمن نوربرت سيغمان. رونالدو دي ليما، قطع في أربطة الركبة. رغم كثرة اللاعبين الذين تعرضوا لإصابة قطع الرباط الصليبي، إلا أن أشهرهم يبقى الظاهرة البرازيلية رونالدو، أفضل لاعب في العالم 3 مرات، والذي سقط أثناء جريه بالكرة خلال مباراة فريقه إنتر ميلانو أمام لاتسيو عام 2000، وذلك بعد عودته من إصابة سابقة لم تكن بخطورة إصابته الثانية التي أبعدته عن الملاعب قرابة موسم ونصف وسط توقعات بصعوبة عودته إلى مستواه السابق. ولكن اللاعب فاجأ العالم في مونديال 2002 بعودته القوية وقيادته السلساو للتتويج بكأس العالم للمرة 5 في تاريخها بعد تألق لم يتوقعه من شاهد اللاعب وهو ممسك بركبته يتلوى ألما قبل أقل من 2. نيمار دا سيلفا، كسر في فقرات الظهر. تعرض نيمار لإصابة حبست أنفاس جماهير كرة القدم حول العالم بعد تلقيه وكزة بالركبة من لاعب منتخب كولومبيا خوان زونيغا أثناء صراع بين اللاعبين على الكرة خلال كأس العالم 2014، وهو ما لم يعاقب عليه اللاعب الكولومبي حتى بالبطاقة الصفراء. وكاد ذلك التدخل أن يصيب نجم البرازيل بالشلل وينهي مسيرته الكروية بطريقة كارثية، فقد تعرض لكسر في فقرة بالعمود الفقري، ولكن القدر كان رحيما به، فوفقا للتقارير الطبية فقد فصلت بضعة مليمترات النخاع الشوكي عن موضع الإصابة. نيمار شفي تماما من الإصابة وعاد ليصبح أغلى لاعب في التاريخ وأحد أفضل لاعبي العالم في وقتنا الحالي. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.